المسلم يأتي بالصدق لا يكذب. بصدق إذا دائم بقل شو عن بواتا إيش بش بيشغلات يصدق أولا مع الله. ده حرق بقل يرمو خشتوني الله تاني خش. ثم يصدق مع الناس. سلطة حناخ تاني خلون بقل شو. وكذلك يتحلى بالآداب والأخلاق الإسلامية التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام. شيء ثاني شيء قاعهم شتوهم صبغة بايمري صلى الله عليه وسلم إيش ختاج خلده الخزغ يلقش صلة الأرحام خليل إذا صلة الأرحام يعني الأقرباء يصلهم تار ثاني شيء جرجلش نغ ثاني تويول يقميتك ديك خبر بر الوالدين شيء دايدنا يعني ثاني ديك خبر الإحسان إلى الضعفاء إلى اليتامى أختو غدرة قي عش بولناخ تاني يا غيل ناخ غيل بوعش بولناخ عن تغدر تار تاني تار تديك ديك حجر يتاق يعين المحتاج يعين الضعفاء يخ حشت قوش درنيخ تا حشت الله غيل شن ميسك شن غدر يشع يغدر تو يغدر شي خلر